تنساوش البنات ابوني او الاشتراك، العلامة الحمراء والضغط على الجرس بالتوصل بكل جديد الفيديوهات، واكيد لي لايك ديالكم اللي كتفرحنا. نموت عليكم الغزالات. على بركة الله بتطبيق الوصفة الغزالات ديالي. عندي هنا الصوجة او الصويا، كل واحد اشنو كيسميها. الصوجة البنات ما تديوش على اللون تاعها، لان هاد الصويا او الصوجة كتكون البنات انواع كثيرة. كاينه هنا الخضراء، كاينه اللي كتكون بيضاء، كتكون وحده كتكون على شكل بني. مهم المنافع كتبقى هي هي اللي متوفر عندكم. اي صويا او صوجة اللي كانت عندكم البنات استعملوها في هذه الوصفه. هذه هنا عندي هذه الخضراء هي اللي متوفره عندي في المنزل، ثم استعملوا البيضاء هي اللي كتكون بكثره في الاسواق. وعندي هنا النافع البنات، عندي النافع او زريعه البسباس، كل واحد اشنو كيقول ليها. رائع البنات، رائعه في زياده الوزن، الارداف والثدي والاماكن الانثويه لعديد من النساء اللي كيبغي يزيدوا في هاد المناطق. البنات ما كايناش شي بنت او شي امراه ما كتبغيش تزيد الوزن في المناطق الانثويه، وهي الثدي والارداف وحتى المحيط ديال الفخذين. البنات رائعه، البنات رائعه 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 في زياده الوزن. او ومن الاحسن البنات انكم تستعملوا هذه الوصفه اللي غندير لكم ندير لكم، وكذلك انكم تبقاو تشربوا ملعقه صغيره مطحونه من النفع يوميا على الريق. البنات كيزيد لكم في المناطق الانثويه. وهنا كما قلت لكم الصويا اللي هي معروفه في زياده الوزن. نبداو على بركه الله باش ما نطولوش الفيديو. ضروري البنات اننا ناخذ واحد الاله للطحن، لان محتاجين ان هاد المكونات يكونوا مطحونين ضروري. اما يكونوا عندكم من الاحسن يكون عندكم واحد الاله للطحن التوابل على هذا الشكل. ولا ما كانش عندكم حنا هاد الوصفه غنستعملوها، ندير واحد المهراز، مهراز البنات او اي حاجه متوفره عندكم في المنزل للطحن هاد الاشياء اللي كتكون صلبه. مهم انتوما اما استعملوا المهراز واما استعملوا الاله لطحن التوابل. بالنسبه للكميه اللي حنا اللي غادي نستعملوا، عندي كاس من الصويا او الصوجة، وعندي نصف كاس من البنات من النافع كما قلت لكم. عندي اخرى عندي البنات وهو الزيت. ممكن في هذه الوصفه كيبقى لكم نتوما الاختيار، ممكن انكم تستعملوا زيت النباتيه يعني زيت الطبخ، او ممكن تستعملوا في البديل ديالها زيت الزيتون. يعني ما كاين حتى شي مشكله البنات، الزيت كيبقى لكم نتوما الاختيار. ممكن تستعملوا حتى زيت نواه كوكو، زيت اللوز اللي متوفر عندكم. قلت لكم الزيت ما كيبقاش ما عندوش شي اهميه في هذه الوصفه، اللي مهم هو الصوجة وحبة والنافع هما المهمين في هذه الوصفة. هذه غادي نضيفوا هاد المكونات هنا كما كتشوفوا نتوما. قلت لكم على حسب الرغبه ديالكم، على حسب اللي شحال حابين انكم تستعملوا. غادي نضيف البنات هنا كاس من الزيت ونصف كاس ونصف تاع الزيت، وهذا ونضيف كأس ونصف من الماء، كأس ونصف من الماء. المهم نخلطوا هاد المكونات مع بعضهم، مباشرة فوق النار نخليو هاد المكونات يطبخوا مع بعضياتهم
حتى يتبخل لنا الماء، يبقى لنا غير الزيت، ومن بعد ندوزو باش نكملو الوصفه. غنخليو البنات يطبخ لينا قلت لكم حتى يتبخل الماء، ما يبقاش لي نقطه الماء ما تبقاش، يبقى غير الزويته وهذيك المكونات، ومن بعد باش غادي نكملوا معكم الوصفه. يعني البنات واخا تتبقاو انكم تحركوا في الوصفه وحذاري انها تحرق لكم، حنا ما محتاجيناش تحرق لنا حتى البنات ما كيبقاش ولو قطره واحده من الماء. كتشوفوا الفقاعات البنات راه كتعرفوا انها انتوما الشكل تاعها. غادي نبقاو على هذا الشكل هذا حتى يتبخر تماما الماء. نجبدو نجيب واحد الشبيكه فاش غنصفيو هذا الشيء. ضغطوا خويتي، ضغطوا 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 مزيان باش يخرج لكم هذيك الفوائد كامله اللي كاينه، ومن الاحسن خليوه حتى يبرد وديروه في واحد المنديل وعصروا عصروا باش كتخرج هذيك الصوجه والنافع كيخرج لك الزيوت ديالو. انا غنخليه حتى يبرد وغنعصر بيدي. بالنسبه لهاد التخليطه هادي ما تلوحوهاش البنات، ممكن انكم تستعملوها للبشره ديالكم. هنا كما كتشوفوا الغزالات تاعي ها هو الزيت بعد ما عصرناه، نتوما كتبقاو تعصروا فيه البنات، تعصروا فيه حتى كتخرجوا ديك الزيوت كامله كتخرجوها من هاد نتوما، ما كيبقى فيه دابا لا زيت لا حتى شي حاجه. وهاد الوصفه دي ممكن البنات انكم تستعملوها للبشره ديالكم كقماش، لان فعلا البنات زوينه بزاف. انا ما غنرميهاش وانما غنبقى نستعملها للوصفات ديال الوجهي، غنبقى نستعملها البنات. اما تخلطوها مع بزاف المكونات، خلطوها مع دانون مسوس او ياغور طبيعي مهم، او ديروها مع قليل من الماء الورد وديروها كقماش للبشره ديالكم. والزيت اللي تحصلنا عليه هو هذا، شوفوا اللون تاعو كيكون مختلف، كيجي شويه خاتر البنات، ما كيبقاش يعني خفيف، كيجي شويه خاتر. ندوزو دابا للطريقه، الطريقه فين حابين انكم تستعملوا البنات هاد الوصفه هذه. مهم الا حبيتوا انكم تستعملوا هالارضاف كما قلنا حنا الارضاف تدي الفخذين، غادي ضروري من غسل المنطقه البنات، ضروري من غسل المنطقه باش ما يكونوش اوساخ رواسب، مهم تكون البشره ديالتكم نظيفه. غتشدوا دلكوا المنطقه البنات، غديروا تدليك للمنطقه على شكل دائري. الا كان بالنسبه للارداف انتما كتعرفوا البنات الطريقه، انا ما كنت ارداف منطقه الارداف كيفاش دلكوها بهذا الزيت هذا، انتما غادي تشوفوا غير الطريقه تاع كيفاش دلكوا دلكوا المنطقه. اما بالنسبه للثدي غديروا بحركات دائريه البنات، وتكون يديكم خفيفه، ماشي زعما تبقاو دلكوا البنات بواحد التعصيب، غير بالشويه البنات بالشويه وبالمهل. اما الارداف راه كاينه عندها واحد الطريقه اللي هي خاصه البنات باش كدلكوا وكتطلعوا الارداف كتطلعوهم البنات. شحال خاصكم المره ديروها في الاسبوع؟ ممكن البنات انكم تستعملوا حتى يوميا البنات، يومين تستعملوا على المنطقه، ولا ما حبيتوش استعملوها البنات مرتين في الاسبوع بعد كل دوش، بعد كل دوش البنات فما ديروا الدوش ديالكم استعملوا هاد الوصفه. واش ممكن تغسلوها؟ ماشي ما عندها حتى شي ريحه البنات، غير هي الوصفه دي غير وصفه تاع الحلبه، كتبقى شويه الريحه، ولكن كما كنقول اللي بغى العسل يصبر قلت نحل. يعني ضروري البنات الا كنتو باغيين واحد النتيجه راه خاصكم تداوموا عليها وتصبروا على الريحه. اما هاد الوصفه هذه راه ما فيهاش البنات لا حلبه لا حتى شي حاجه، وحتى الرائحه ديالتها اللي رائحه زكيه وزوينه، ما فيها حتى شي رائحه اللي هي خايبه، ممكن انكم تدهنوا بها المنطقه ديالكم
وما تغسلوهاش وما تنظفوش المنطقه. هذه الوصفه نتمنى انها تنال الرضا ديالكم الغزالات وانكم تعجبكم، ونكون لبيت الطلب ديال بعض الاخوات اللي قالوا لنا ان نحط لكم زيت اللي كيزيد الوزن في المنطقه الانثويه الثدي الارضاء في الفخذين. هذه الوصفه هذه رائعه 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 وفي المتناول ديالكم وبسيطه. يا الغزالات ديالي ما تنساوناش من لي لايك ديالكم والتعليق ديالكم اكيد اللي كتفرحني. نموت عليكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. في امان الله.